مطاردتها، ولا بعد مداهمة بعد ما لقاوها في غابة زيتون تعاقر الخمر رفقة رجل. التفاصيل الكل باش نعرفوهم توت سويت في أخبار الساحل. أخبار الساحل في زوم 73. معنا سي مراد بن صالح كتب عام نقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير. صباح الخير سي مراد. صباح النور، مرحبا بك أختي ريم ولكل مستمعي نجمة فهم. مرحبا بك سي مراد. دونك بحذك شوية حسة ناشطين اليوم في الخدمة سي مرادة. مرحبا. تدخلنا اليوم أختي جي معناها رد على بعض من اللي وقع في صفحة التواصل الاجتماعي وبعض المواقع اللي حكيت على مطاردة وحكيت على اعتداء بالعنف. فحبينا من خلال التدخل هذا كما دخلنا في عديد وسائل الإعلام أخرى تكذيب ما ورد في صفحة التواصل الاجتماعي وصورة الواقع، وكونه معناها دورية تابعة للسجن الأمني لمركز الحرس الوطني بالجمال كانت بشدد معناها مراقبة معناها مرجع نظر تشهدوا بوضع مخل معناها موجود في غابة الزيتون في المناطق المتاخمة لمدينة الجمال. طبيعي جدا باش يقفوا باش يتم التحري مع الأشخاص هذوما. نادوا بالشراء لكل امرأة ورجل. يبدو أن المرأة من حول الصدمة معناها الوقعة كانت عليها أغني عليها شخص نادى بالشرار، ومن ثم فيما بعد تم إيقافه وتبين فيما بعد أنه معناها محل جزء من التفتيش. بالنسبة للمرأة اللي أغني عليها كانت وحدة الحرس الوطني للسرعة القياسية استنجت برجالة الحماية المدنية اللي حلوا على عين المكان، ولكن للأسف معناها وقت لمعاينتهم لوقت المرأة تكدوا أنها معناها فارقة الحياة. تم اعلام النيابه العموميه بالموضوع في معناها الوقاع، وتم نقل الجثه الى مستشفى فاطمه بورقيبه وفي انتظار تقرير الطبيب الشرعي اللي ياكد ان شاء الله معناها اللي الوفاه ناجمه عن صدمه، وقوه الصدمه ادت الى معناها اريكارديات. سي مراد هو انت كنت حكيت قبيلا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي فما حديث على انه فما امكانيه انه الدوريه تكون دهست المراه هذيا وهذيا هو سبب الوفاه. والله للاسف احنا اليوم ولينا توا كمؤسسه امنيه نفيقوا دائما على اناس تقريب مهمتها هي تشويه المؤسسه الامنيه، الحط من معنويات رجالات المؤسسه الامنيه اللي تقدم في الغالي والنفيس. ثم سياسه ممنهجه من بعض اعداء سميهم اعداء الوطن واعداء الحياه واعداء الدوله، هذوما يحاولوا انهم بشتى الطرق انهم يقدموا مجهودات العمل الامني تشويه المؤسسه الامنيه. فذاك علاش اليوم حبينا نردوا بشكل معناها واضح، وعندنا تقرير الطبيب الشرعي اللي ياكد معناها اسباب الوفاه. واحنا اليوم من اسفل اليمن الجمهوري تقريبا منذ 3001 نعرف فما بعض التجاوزات ولكن على تقريبا قله قليله وقليله جدا. ثم سياق عام يتخذ فيه المؤسسه الامنيه وهو حمايه المواطن والدفاع على كل المكتسبات العامه والخاصه. ثم في اضعاف للاسف شفناها ان مجلس النواب الشعب بان معناها وضع مشروع قانون حمايه الامنيين للمناقشه والمصادقه عليه مجلس النواب. للاسف ثم اناس تعمل ضد مصلحه الوطن، ما يساعدهاش ان البلاد تكون معناها في امن، ما يعيشوا الا في الفوضى في العنف. هذاك علاش لابد من توضيح مثل هذه النقاط دونك اليوم حتى لا تقع العباد تفتات المال. وضحنا اليوم حقيقه موت المراه هذيا في جمال. شكرا لك مراد بن صالح كتب عام النقابه الجهويه لقوات الامن الداخلي بالمنستير على توضيح هذا. وهوك وفق تقرير الطبيب الشرعي فانه المراه وفات بسكته قلبيه. نعود نذكركم انه الحادثه هذيا صارت نهار الجمعه في جمال، وانه الحقيقه لقات معناتها تفاعل برشا ناس قعدت بهتة في الحادثه هذه على اعتبار انه حتى معناتها لليوم الصباح ما يعرفوش سبب الوفاه. نعود نذكر المرأة هذه أم لأربع أطفال تبلغ من العمر 32 سنة، توفيت بعد تعرضها لسكتة قلبية بعد التفطن لها بصدد معاقرة الخمر مع صديقها بأحواز مدينة جمال من ولاية المنستير من طرف دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بجمال. إن شاء الله ربي يسترنا الناس الكل، وإن شاء الله ربي يقدر الخير، وإن شاء الله يا ربي تكون الحادثة هذه حادثة معزولة وما يصيروش مثل هالحوادث مرة أخرى في تونس الكل. دو فاسون إن شاء الله ما يصيروش مثل هالحوادث. اقعدوا معنا في الاستماع بعد شوية باش نهزوكم للشابة ما يحصل اليوم في الشابة إضراب عام وعصيان مدني على خلفية قرارات جامعة كرة القدم بتعليق نشاط النادي، استقالة زادة جماعية للمجلس البلدي. شنو قاعد يصير في معتمدية الشابة وهل الاحتقان حالة الاحتقان هذه وتهديد بهجرة جماعية مش
الدل والاحتماء بإيطاليا، على خلفية أنه يحسوا اليوم الناس اللي في الشبه أنهم هم شبهين تونس. وهذا موش كلاميانا، كلام الرئيسة التنسيقية للدفاع عن الهلال الشبي. أقضوا معنا في الاستماع مختلف الأطراف، تلقاوهم بعد شوية في زوم 73، سينو العشرة ونص صابرين الحربي ويجيكم بآخر الأخبار الوطنية والجهوية في موجز أخبار العشرة ونص. Zoom 73.